انا الشخصيات اللي اتخرجت من تحت ايدي يا استاذ وائل بعيدا عن تصوير الطبله هي الاساس في العمليه، ده ما بياخدش الا 4 دقائق. انما اقسم بالله انا الطالب اللي اتخرج من عندي يوزن شخص 40 سنه عقليا. الطالبه اللي اتخرجت يعني من تحت خرجت العقاد ورفعت طهطاوي يعني يا استاذ عمر.